سنة رابع. تسمعوا صوتي ولا لا؟ صوتي واضح؟ يا سنة رابع. خلينا نقول على النقطة الثانية. إيش يقول؟ إنه هذا الديزاين يعتمد على الحالات التالية، زي إيش؟ يعتمد على إنه البرمجيات، مش أنا قلت لك الأوبجكت أورينتد كمان يساعدك بكودينج بالسوفت وير، فيعتمد إنه هذا السوفت وير عبارة عن مجموعة من الانتيتيز. هذه الانتيتيز تتعامل مع بعضها البعض، ولكل انتيتيز استقلالية، يعني كل انتيتيز مستقل بحد ذاته، وكمان بياناته الخاصة فيه مستقلة عن الانتيتيز الآخر. فالآن إيش هنا إيش جبنا؟ جبنا عبارة عن إنه في استقلالية بالموضوع، فكل انتيتيز مستقل بحد ذاته، مستقل ببياناته، مستقل بعمله، ولكن بما أنه قلنا مستقل بكل انتيتيز، فالآن نحتاج الانتجريشن هنا على أساس نعمل عملية كومبينيشن ما بينها، بحيث لو في كل انتيتيز اوتبوت ما يتعارضش مع الانتيتي حق الاوتبوت الاخر. طيب خليني اسالكم، هل انتم عرفتم ايش معنات الاسوسيشن بتحليل النظم؟ مصطلح الاسوسيشن، وفي معك مصطلح الكوبريشن، وفي معك مصطلح الجنراليزيشن. تطرقتم لهذه الثلاث المصطلحات ولا لا؟ ها سنة رابع، في معك مصطلح أعتقد الاسوسيشن، ومصطلح الجنراليزيشن، ومصطلح اللي هي قلنا الكوبريشن. شوفوا، هذه ثلاث مصطلحات مهمة جدا كانت بتحليل النظم، وكمان الآن مهمة بهندسة البرمجيات. الجنراليزيشن اللي ما بعلقش عليها، كنا احنا نقول أكيد أكيد السوفت وير جنراليزيشن كانت بالتحليل النظم، لما تاخذ الجنراليزيشن معناته عن طريق، كمان في معك الأو أو بي عن طريق التحليل النظم، فكانت الأو أو بي إنك تعمل جنراليزيشن للإنتيتيز بنفس، يعني الإنتيتيز الواحد تعمل له جنراليزيشن قصدي بنفس السوفت وير أو بنفس السيستم. هنا لا، بتعمل الجنراليزيشن للكل، اي من نوع من انواع السيستمز. هنا حكايه الكوبريشن معناته انه كل، انا بتكلم على انه اوبجكت اورينتد، كل انتيتيز يعمل جزئيه معينه مستقله. طيب الانتيتيز اللي بيعمل نوعيه ثانيه المستقله المفروض يكون بشكل مستقل وما لهش علاقه بالثاني، لكن كلمه اسوسيشن معناته انه كل انتيتي ولو كان مستقل لابد ان احنا نجمعهم مع بعضهم البعض بحيث نجيب المهمه الكبرى. فاحتاج بالاسوسيشن، احتاج الانتجريشن. هناك بالاول الكوبريشن للتعامل العادي كان كل واحد يعمل جزئيه المستقله وخلاص، وكانه كل شيء مستقل مع بعضه البعض. لكن مصطلح الاسوسيشن معناته صحيح ان كل انتيتي مستقل على الاخر، ولكن اجمعهم مع بعض بحيث اجيب مهمه جديده. فكان بالاول الكوبريشن كل واحد يصلح حاجة، فمثلا لو كان حق النظام في مثلا له علاقة، مثلا في واحد قسم الإدارة يظهر لك بوقت معين، أو واحد له علاقة بالإدخال، واحد له علاقة بالإخراج، واحد له علاقة بالمنتجات، فكان كل واحد مستقل بحد ذاته، فالمنتجات ما لهش دخل بالإخراج، والإخراج ما لهش علاقة كمان مثلا بوحدة الإدخال، ما لهاش علاقة بالإنتاج، فكان كل إدارة مستقلة عن بعضها البعض، ولكن تتساعد بإن تسير لشغل الأورجانيزيشن المؤسسة. الأسوسيشن معناته أني باخذ وحدة الإدارة، وحدة الإدخال، وحدة الإنبوت، وحدة الأوتبوت، أجمعهم مع بعضهم البعض وأدي شيء معين، يعني بحيث إنه المهمات الجميع مثلا بقول مثلا بالتسجيل، خلينا نقول مثال التسجيل اللي كنا تكلمنا عن الطلاب. فأثناء مثلا في معك بالتسجيل، في معك قد يكون طالب مستجد وقد يكون طالب من حاله، يعني قد هو طالب ثاني وثالث ورابع. فالطالب المستجد بالبداية مستجد وما لهش علاقة باثنين وثلاثة وأربعة، فهنا الطالب المستجد يكون كوبريشن مستقل. لكن لما أجمع الطالب اللي كان سنة أولى مع اثنين مع ثالث مع رابع، وبالتالي لو أحيانا سحب ملفه أو واصل، هنا بتكون أسوسيشن، لأنه طالب واحد كان مستجد والآن رجع طالب قديم بالنسبة لنا، فبالتالي هنا الأسوسيشن. فالطالب هذا هو نفسه له علاقة لما كان مستجد، وله علاقة الآن مستوى ثاني، وله علاقة بمستوى ثالث. لكن الطالب المستجد بس الحالة اللي عاد ما طلعش ثاني وثالث ورابع، لا، هذا بنعامله على إنه كوبريشن مستقل بحد ذاته. واضح؟ واضح يا سنة رابع؟ طيب، مع انه ما حدش علق، ان شاء واضح الله فعلا. ان شاء الله الامور واضحة. طيب النقطة اللي بعدها يقول لك، لا، لما ابني
سوفت وير حق الانتيتيز لابد انه اتبع هذه الخطوات. فاول خطوه المفروض ان احنا نركز عليها يقول لك determine the structure of the required entity، اللي تحدد التركيب حق هذا الانتيتي. طبعا مش اي يعني لا مش اي entity required entity. طيب ما هو انت بتعمل اكثر من entities، تمام؟ فالانتيتي بالبداية بتعمل انتيتيز كثيرة، بس بعدين بتشوف انه بمهمة معينة محتاجش كل الانتيتي، تحتاج مثلا 3 انتيتي من مجموع 5 مثلا. مثلا المهمة الثانية يحتاج 4 من مضمون 5، فبالتالي الكل، لأنه أنا لما أعمل عملية برامج للانتيتيز، كل انتيتي الانتيتيز اللي لهم علاقة مع بعضهم البعض أحطهم جنب بعض، والثاني اللي لهم علاقة مع بعض. ليش أعمل هذه العلاقات؟ منشان أعمل الانتجريشن، لأنني قلت لك هو عبارة عن اندبندنس، مستقل. فبالتالي لو هم مستقلين وفي 3 لهم علاقة مع بعض وهم مستقلين، أحطهم جنب بعض منشان أضبط الانتجريشن. هذا هو النقطة. نقطة ثانية، determine the variables which included in each entity and define each variable. حدد المتغيرات اللي تضمنها كل كيان، وكمان أعرف كل variables. طيب هنا رقم 3، determine the subprograms. لابد انني اشوف السبروجرامز. السبروجرامز بالاوبجكت اورينتد هي عباره عن الميثودز الموجوده بداخل الكلاس، لذلك اعمل لي دائره على السبروجرامز واعتبرها انها الميثودز. هذه required to implement the entity operations، الحاجات اللي موجوده بالاوبريشنز اكيد بداخل الميثود. فبالتالي انا وين بكتب البروسيس حق الـ الانتيتيز؟ اكيد بداخل الميثود، فهذه النقطه لها علاقه بالميثود. الاخيره determine the goal of each subprogram، حدد لي هدف كل subprogram، لأنه لما تحدد لي الهدف معناته هو المهمة اللي بيؤديها subprogram، وهذه أكيد أكيد إجبار أنت بتعملها. ما ينفعش أعمل method ولا ينفع أعمل subprogram وأنا مش عارف إيش فائدته. فأني كده كده الميثود اللي لها أهمية أكيد بحطها، والميثود اللي ملهاش أي أهمية قد أدمجها بميثود آخر أو أحذفها، على أساس بحيث إنه التايم كومبلكسيتي والكومبلكسيتي حق الكود يكون أقل. فبالتالي هنا فبتحدد الهدف، وكمان تحدد أهمية المتغيرات الأساسية، وكمان تحدد الكونديشن اللي الشروط الأولية، وكمان أحدد النتائج المتوقعة. لابد تحدد النتائج المتوقعة من هذه الميثود. ليش؟ سؤال، ليش أحدد النتائج المتوقعة؟ ما أنا قلت أصلا أنت بتحدد الجولز، ليش عاد بحدد نتائج متوقعة؟ قد يكون النتائج المتوقعة غير الجولز اللي انت حددته، عشان كده انت تحددي النتائج المتوقعة او لا. برافو عليك، كلام سليم. هنا بس وين كان قصدي احتاج هذا الكلام؟ كلامك صحيح، بس وين احتاج؟ لما يتكلم عن سب بروجرام ولا او في مكان اخر هو نحتاجه، وين بالضبط؟ انا ما فاهم هذه الجزئية. نشتي اقول لكم وين احتاج انني احدد الـ expected result واحدد الـ goals. يعني عشان إذا في مشاكل بتواجهيها، أوكي؟ أيوة صح، من شان المشاكل اللي ممكن نواجهها، بس وين بالضبط هذا البروسيس؟ وين بعمله بالضبط؟ بالريسك مانجمنت ولا لا؟ بالريسك. تمام، بالريسك، والغرض منه ليش؟ من شان أعمل التستينج، صح ولا لا؟ الاختبار. مش أنت تقول مثلا مش بالأخير بعدين تفضل احنا، أيوه فاهمك، بس احنا الآن يعني بمرحلة الديزاين نفكر لمرحلة التستنج من هنا، من هذه النقطة. مش إلا من هنا يا مش إلا من هنا يا وسيم. أنا مش أنا قلت لك التستنج اللي هي عبارة، مش أنا كنت أقول ماينتننس ماينتننس، الصيانة، الصيانة من انتجي مش بعد التستنج. أيوة في نوع من الصيانة، صحيح، نعم. مش أيوة وضحت وضحت، والصيانة يعني أو كان التستنج في تكون في كل مرحلة. مفهوم. أيوة وضحت الآن. طيب فهذه لذلك أنا بحدد الـ expected result على أساس تكون، لأنه في معك، شوف في معك حاجة تسمى التارجت، تمام، وفي مع target result، وفي معاك ال expected result. ال target result هو ال goals، وال expected result هي النتائج الفعلية اللي انت حققتها. عفوا عفوا، ال expected لا، اللي طلعت ال target، في معاك ال target وفي معاك ال expected. فال target معناته اللي المفروض انها توجد لك، وال expected اللي تسمى ال expected، اما ال target الحاجة اللي طلعت لك هي بشكل فعلي. فانت بتجي الان تنقص الحاجة الفعلية اللي انت طلعتها من المجموع المفروض الأصلي يطلع لك، فتطلع لي النسبة. لذلك حتى ما أدري انتم عادكم قلت لي بتاخذوه بالترم الثالث داتا مايننج، لذلك في حاجة تسمى
اللي هي لا لا، تطلع الاكل الداتا مايننج راح تهدف، الداتا مايننج راح تهدف، تحذف يعني مهلاش خالص. موجودة اختياريا مش انه اجبارية، مش مادة اجبارية. ها افتهمني، انا حسيب انه لان ذكرت كلامكم الان ذكرت ان انتم قلتوا له هي اختيارية، مع انها المفروض ما كانش حتى تنزل من ضمن المواد الاختيارية كعلوم حاسب. الداتا مايننج هذا ما تقدرش تهملها، لانه الداتا مايننج ما بقولش انه لانه ذكاء اصطناعي، لا، لانه الداتا مايننج تدخل بالداتا بيس، تدخل بالكلاود كومبيوتينج، تدخل بالبريدكشن، تدخل بالاكسبرت سيستم، تدخل بتحليل النظم، تدخل بهندسة برمجيات، هندسة الداتا مايننج بكل الأقسام داخلة فيه، تدخل بالداتا ساينس. يعني مش عارف ليش عامل لكم هي من ضمن المواد اللي هي إضافية، ما علينا. عموما هنا أكيد في معك الأكيورسي، طبعا أنت ما بتاخدش هنا الأكيورسي، بس أنت بتضطر تحتاجها في كل مرحلة من المراحل، بالذات بالأخير على أساس تقيم كم حقك نسبة نجاحك للمشروع. وهذا كمان انت بتحتاجوها بمشاريع التخرج، لانه انا اكيد باجي اقول لك كم نسبة نجاح هذا المشروع، واكيد ما بتحصلش مشروع 100%، بس تعلق لي ليش ما قدرتش توصل لل100%. طيب لحد الان في اي سؤال يا هنا؟ واضح المفاهيم اللي اتكلمنا عليها؟ طيب تعال شوفوا على السلايد اللي بعده، يقول لك أشياء أساسية لابد أن يركز عليها بتصميم الـ Object Oriented. فأول شيء أنا قلت بصمم بركز على الـ Entity، صح ولا لا؟ طيب علق لي ما هو الـ Entity الآن؟ ليش أركز على الـ Entity؟ ما هو هذا الـ Entity؟ ليش أركز عليه؟ اصلا object oriented يعني كيف اقدر اوصل لك الفكره حقي، يعني محور الاوبجكت اورينتد الانتيتي. ممتاز، هي الحاجة اللي أنا أصلا بشتغل عليها، صح ولا لا؟ فهي السوفت وير يونت اللي هي الوحدة الأساسية اللي ببدأ فيها كسوفت وير. فهذه اللبنة، أقدر أقول اللبنة الأساسية اللي ببني عليها البروجكت تبعي. فزي ما قلنا هذا الانتيتي has its own independence، إنها مستقلة. كمان هذا الانتيتي أقدر أقول إنه تجسيد لشيء واقعي، يعني حاجة واقعية مش حاجة تخيلية، لا، الانتيتي الحاجة الواقعية اللي انت اصلا بتشتغل عليه. هذه الحاجة الواقعية اللي انت بتشتغل عليه تؤدي مهمة محددة، ما اقدرش اقول انه انتيتي يؤدي اكثر من مهمة، لا. لذلك انا قلت لك قد يمكن في مهمة واحدة في معاك اكثر من انتيتي، وهذا كمان يزيد ايضاح للسلايد اللي قبله. قلت لك الانتيتي الواحد قد يكون في معه اكثر من انتيتي، يعني عفوا انه قد تجمع اكثر من انتيتي لعمل شغل واحد، لانه ما ينفعش استخدم انتيتي واحد لاكثر من مهمه. وكمان الكلام هذا اجد اوضح بالسلايدات الاولى، تكلمنا المحاضره الاولى قلنا المفروض ما يكونش فيها غموض، المفروض ما يكونش فيها لبس، بالتالي ما اقدرش اعمل انتيتي يحل لك اكثر من مشكله، لانه قلت لك حتى نتجاهل الغموض واللبس في الموضوع. فبالتالي كل انتيتي له مهمه محدده، كل انتيتي تكسد لشيء واقعي، كل انتيتي له استقلاليته. كمان كل انتيتي يحتوي البيانات الخاصة به، هذه البيانات اللي يعني أقدر أقول البيانات الخاصة فيه اللي لها علاقة بالمهمة اللي بيأديه. فبالتالي كمان الانتيتي يحتوي على العمليات الأوبريشنز، أقدر أقول الميثودز اللي بتسمح له بتنفيذ هذه البيانات الموجودة بداخل هذا الانتيتي. أعتقد واضحة. نيجي على لو حد في معه سؤال يقدر يا يفتح المايك مباشرة أو يعمل له بالشات. نيجي على البروسيس، البروسيس هي الأوبريشنز اللي أنت بتعملها، وأقدر أقول هي الميثود اللي بتمشي على أساسها. فهنا يقول لك requires design an entity that contains a set of process in addition to procedure that help the user carry out his tasks. فهي هذا التصميم متطلب منك انه يحتوي على مجموعه من العمليات الاوبريشنز، الاشياء الستبس اللي انت بتعملها، بالاضافه الى بروسيس هذه تساعد المستخدم على تنفيذ مهامه. طيب ليش انا قلت ببدايه قلت مجموعه عمليات، رجعت قلت اجراءات تساعد المستخدم على تنفيذ مهامه، ايش معنى ذا الكلام؟ حد يعلق لي على الكلام اللي قاعد اقوله؟ قاعد اقول لك البروسيس عباره عن مجموعه عمليات، وكمان اجراءات تساعد على تنفيذ مهامه، ايش معنى ذا الكلام؟ كذا حد يجيب لي ولو حتى ها ايش بتهمل من الكلام اللي قلت الآن؟ فهمت ان الانتيتي بدون بروسيس صحيحة ما يساوي اي شيء، يعني البروسيس هو اللي بيحدد أهمية الانتيتي. بالضبط.